هذا هو مسجد الحنان اللي حكينا عنه. المساجد هون دائما إلى علامة مميزة، هي علامة القبة. أغلب الأحيان بتكون إلى العلامة هاي، مثل أن لنكاوي مشهورة بالمساجد، إنه فيها كثرة مساجد كتير. المعابد جدا قليلة، وبالتالي هي ولاية تعتبر إسلامية كتير مقارنة بغيرها. بتلاقي هون محلات الوضوء، وهذا مدخل المسجد. بيكون قريب دائما، في بعض المساجد بيكون ما في حتى رصيف، بيكون داخل حرم المسجد. الشيء المميز في القصة هي انه هذا ما له داخل الحمام، يعني الوضوء مختلف عن الحمام، مكان مختلف ثاني تماما، وبالتالي اللي بيروح حمام غير بيروح الوضوء. هاي شغلة كتير حلوة، لانه خلص بصير اول شيء ريحة المكان الوضوء عادي جميل، عكس مكان الحمامات مهما كان نظيف بتضل له ريحة سيئة. فهي شغلة حلوة واحد يتعلمها من هون. طبعا هذا هو مسجد من الخارج، مسجد مرتب صراحة ومتعوب عليه، الله يعطيه العافية. اسمه مسجد الحناء، وهذا كمان نوع تاني من التوضؤ، بيكون عن طريق نفسه، بتمسك المي بتتوضأ فيها بحيث مباشرة تدخل على المسجد. ففي أكثر من طريقة عشان واحد يتوضأ هون أو الطريقة الجديدة، ولكن كله خارج الحمام. هاي الشغلة المهمة. فهذا الشيء مشترك في كل مساجد ماليزيا، انه دائما لهم ساحه حول المسجد تكون تابعه للمسجد، فيها نشاطات مختلفه كثير.